استقبلت أسواق اللحوم المحلية شهر رمضان المبارك بحوالي 50,000 رأس من اللحوم الحية تم طرحها في السوق حتى لا يواجه المستهلك أي نقص خلال الشهر الفضيل، على اعتبار أن طبق اللحم من الوجبات الرئيسية على المائدة البحرينية. كما قامت شؤون الزراعة والثروة البحرية بتوفير 3 محاجر مرخصة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. حوالي 50,000 رأس من المواشي الحية بالإضافة إلى 100,000 طن من اللحوم المبردة والمثلجة دخلت البحرين لتلبية حاجة الأسواق المحلية في الشهر الفضيل، خصوصا وإن الانفتاح الحالي الذي يشهده السوق المحلي قد منح المستهلك المزيد من الخيارات، ما ينتج عنه فرصة أكبر للحصول على أسعار تنافسية أفضل. اللي تم طرحه لحد الآن واللي قامت الزراعة بإصدار تصاريح الاستيراد، هناك في بلادين جديدة علينا قامت الزراعة بزيارة لها هناك وطلعوا على طريقة الذبح والتأكد من أنها إسلامية وطريقة صحيحة وأن القطعان تكون خالية من الأمراض ومصرح لها. طلبات تزيد مضاعفة في خلال شهر رمضان، وأنت تعرفي طبق اللحم شيء أساسي على الفطور وفي الغبقات وما شابه ذلك، فإحنا استعداداتنا والحمد لله بالإضافة إلى المصادر التقليدية اللي نستورد فيها على مدار السنة هي نفس المصادر أساسا من أستراليا، من باكستان، من السودان ومن أثيوبيا. عدد الكميات راح تتضاعف خلال شهر رمضان بمعدل بين رحلة إلى رحلتين يوميا بالطائرة يجينا على بالنسبة إلى الأغنام، وتقريبا في معدل رحلة واحدة طائرة واحدة في كل يوم من باكستان للحوم الأبقار، لأن اللحوم الأبقار في شهر رمضان يزيد الطلب عليها بشكل غير عادي، يعني ربما ما يستهلك في شهر رمضان يعادل ما يستهلك في السنة كلها. من جانب آخر، فإن الحفاظ على شروط الصحة العامة أمر أساسي فيما يتعلق بعملية ذبح المواشي الحية خلال الشهر الفضيل، حيث تم تخصيص عدد من المحاجر تحت إشراف صحي متكامل. دخل أكثر من 50,000 رأس غنم من جميع البلدان، احنا فتحنا بلدان كثير، أكثر من 120 بلد صرح بها باستيراد الأغنام والأبقار الحية، وما زال العمل متواصل، المحجر بيشتغل 24 ساعة. أسعار المواشي واللحم الطازج باتت متنوعة وفي متناول المواطنين بمختلف شرائحهم. اللحوم طبعا عندنا هنا متوافرة زين، وأنا أفضل اللحم العربي يعني عن اللحم الثاني، يعني الأسعار يعني فيه يعني حق المقدور يقدر ياخذ يعني ايه، والاسعار يعني لا باس بها. جهود مكثفة يقوم عليها كافة العاملين في مجال استيراد اللحوم الحية والمبردة لتوفيرها على مدار الشهر. جهود لافتة لتوفير أنواع متعددة من اللحوم تتميز بجودتها استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل، ففي هذه الأيام المباركة تمتلئ الأسواق بملذ وطاب إكراما للصائمين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.